يسعى الوداد المغربي في ظهوره الأول بدوري أبطال إفريقيا إلى تحقيق انطلاقة قوية أمام بيترو أتلتيكو في لواندا. تفاصيل في تقرير مراسلنا ياسين معرش. منتشيا بنتائجه القوية محليا، يستعد الوداد لرحلة البحث عن نتيجة الفوز في أنغولا، رحلة طويلة وشاقة بهدف العودة بنتيجة إيجابية. الظهور الأول كان متوقعا أن يكون بمركب محمد الخامس، إلا أن ظروف انتشار الوباء تضع القلعة الحمراء أمام حتمية البحث عن نتيجة الفوز في لواندا وأمام فريق يتذيل ترتيب المجموعة. دور المجموعات اول حاجه انا حبيت المباراه الاولى تصير معناتها عندنا في المغرب، لكن معناتها هذه ظروف ما تعديش النادي بطبيعه الحال، معناتها في اشياء معناتها تخرج عن نطاق النادي. على كل معناتها هذه مقابله معناتها باش نعملوا جميع مجهوداتنا باش ناخذوا اقصى ما يمكن من نقاط، يعني 3 نقاط او على الاقل نرجعوا بنقطه ان شاء الله. معناتها اللاعبين يكونوا في احسن يوم ويعملوا مردود ايجابي. مع انضمام الأسماء التي تألقت مع منتخب المحليين، يستعيد الوداد الأسلحة التقليدية والتي بإمكانها أن تقدم الإضافة في لواندا أمام بيترو الأنغولي. الوداد مطالب بتفادي الأخطاء والتركيز بشكل متواصل لتحقيق النتيجة الإيجابية. المباراة الأولى هي المفتاح، احنا غادي نحققوا 3 نقاط، مجموعة عازمة تحقق واحد النتيجة إيجابية. نتمنى إن شاء الله نكونوا في المقابلة في الموعد، إن شاء الله نفرحوا راسنا ونفرحوا الجماهير الودادية. كيف كيعرف الجميع العصبات الأبطال تربح ولا تلعب، نتمنى إن شاء الله نكونوا في الموعد إن شاء الله ونحققوا 3 نقاط بإذن الله. جماهير الوداد تطمح لاستحضار إنجازات الماضي القريب بعد خروج مخيب من دور نصف النهائي في النسخة الماضية. الوداد الممثل الوحيد للمغرب يتطلع لانطلاقة قوية في دور المجموعات من بوابة بيترو الأنغولي. الوداد يستعد للظهور الأول في دور المجموعات من بوابة رحلة صعبة لأنغولا. وصف بطل المغرب أمام حتمية تحقيق نتيجة إيجابية لتقوية حظوظ التأهل لربع النهائي. ياسين معرش، بي سبورتس، الدار البيضاء.